السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحه والعافيه، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكره المغربيه بالدارجه. اولا كنشكركم بزاف على التعليقات ديالكم، على الاشتراكات ديالكم، على الجيم ديالكم، كلمات شكرا سبق لي قلت لكم انها قليله في حقكم وقسما بالله لانها قليله في حقكم. كنشكركم بزاف، الحلم ما بقاش له بزاف، بقات 700 اخ واخت انهم يشاركوا في القناه ونوصلوا ل 100 الف مشترك. الحلم اللي خدمنا عليه سنه واللي حلمتوا معايا كاملين واللي دعيتوا معايا فيه كاملين، واللي كنشوف التعليقات ديالكم للمسند ديالكم لانكم بغيتوا توصلوني ل 100 الف مشترك. لذلك كنشكركم من اعماق 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 القلب ديالي. كنقول لكم شكرا، وكل ما شكرا راه كنعاود نكررها والله الا قليله في حقكم قسما بالله. باش ما نطولش عليكم نمروا الان، قبل ما نمشي نطولش عليكم نتمنى ان اليوم نكملوا 100 الف مشترك. نمروا الان الاهم عناوين حلقه اليوم. خليلوزيتش يراقب ضرارة في مركزه الجديد. الكاف يعلن موعد مباريات دور الربع من دوري ابطال افريقيا بسبب شوف تيفي. خليلوزيتش غادم من بادو الزكي ورشيد الطوسي. إشادة عالمية، حركة إنسانية رائعة من أمين حارثة. رسميا المنتخب الوطني المغربي يستقبل إفريقيا الوسطى بملعب محمد الخامس. بالفيديو هدف يوسف النصيري يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أحرز هذا الهدف؟ زهير فضل قريب من الانتقال لعملاق إسبانيا. حجي يكشف انضمام لاعب مانشستر سيتي للمنتخب الوطني المغربي. يتابع وحيد خليلوزيتش مدرب المنتخب الوطني المغربي عن كتب اللاعب الدولي المغربي نبيل درار خلال فترته الحالية، خصوصا بعد لعبه في مركز جديد ورفقة فريق فينربرشا التركي. وبات مدرب فريق فينربرشا يعتمد على نبيل درار كظهير أيسر، الأمر الذي يعتبر جديدا على اللاعب المغربي، خصوصا وأنه كان يشغل مركز ظهير أيمن منذ بداية مشواره الكروي. يشار إلى أن درار قال أنه ليس منزعجا من مركزه الجديد، والأهم بالنسبة إليه تحقيق الانتصارات والألقاب مع فريقه، خصوصا وأنه يحب دائما التحديات الجديدة. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف موعد مواجهات الدور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والتي أجريت قرعته مساء أول أمس الأربعاء، ويقام يوم 28 فبراير الجاري مباراة الذهاب بين الأهلي أمام سان داونز الجنوب إفريقي بالقاهرة، والرجاء الرياضي البيضاوي أمام تيبي مازيم بالكونغولية هنا بالمغرب. ويوم 29 من فبراير الجاري تقام مباراة الذهاب بين الوداد الرياضي البيضاوي أمام النجم الساحلي التونسي.
حتى موسمه. يذكر أن فالنسيا قادر على التعاقد مع اللاعب المغربي فضلا لتعويضه غياب مدافعه الأرجنتيني بالرغم من إغلاق الميركاتو الصيفية وفقا للوائح الاتحاد الإسبانية التي تمنح حق إبرام التعاقد في حال وجود إصابة مدتها 6 أشهر. جدير بالذكر أن إدارة الخفافيش كانت تفكر في وقت سابق من الاستفادة من خدمات المدافع المغربي زهير فضل المرتبط بعقد مع نادي ريال بيتيس يمتد إلى غاية يونيو 2021. كشف مصدر من داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش يتواصل بشكل دائم مع اللاعبين المغاربة المحترفين بأوروبا سواء الأسماء التي يستدعيها للاعب رفقة أسود الأطلس أو الوجوه الجديدة التي يتابعها. ونفى مسؤول جامعي أن يكون الزاكي بدو أو رشيد الطوسي شرع في التواصل مع بادي أبناء المهجر لإقناعهم باللعب مع المنتخب الوطني المغربي الأول في المرحلة المقبلة مؤكدا بأن البوسني وحيد خليلوزيتش هو المسؤول الأول على المنتخب الوطني المغربي ولن يتدخل في عمله أحد. مقابل ذلك توصلت الجامعة إلى تجديد ثقتها في مناديب جامعة الكرة المكلفون بموضوع المواهب المغربية في القارة العجوزة رغم عدم توقيعها لعقود رسمية معهما إلى حد الآن. وكانت بعض الأخبار راجت مؤخرا في وسائل الإعلام حول سفر الزاكي بدو ورشيد الطوسي الذي استعان فوزي لقجة بخدماتهما للعمل مع الجامعة الكرة بالسفر إلى فرنسا لإقناع بعض اللاعبين المنحدرين من أصول مغربية للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني المغربي. وهذا الأمر الذي أثار غضب البوسني وحيد خليلوزيتش الذي سأل أحد مسؤولو الجامعة الملكية المغربية عن حقيقة ما تم تداوله في الصحافة وخاصة موقع شوف تيفي قبل أن تتم طمأنته بأنه سيظل المسؤول الوحيد عن كل القرارات داخل المنتخب الوطني المغربي دون تدخل من أي أحد. وفي سياق متصل كلف الناخب الوطني مساعديه مصطفى حجي ولاندري شوفان بإعداد تقارير عن كافة اللاعبين المرشحين للعب مع المنتخب الوطني المغربي أمام إفريقيا الوسطى شهر مارس المقبل برسم الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 قبل الدخول المنتخب الوطني المغربي في معسكر مغلق بمركز محمد السادس لكرة القدم للإعداد للمباراتين. يواجه المنتخب الوطني المغربي منافسه إفريقيا الوسطى شهر مارس المقبل في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 كما هو معلوم. وتحضيرا للمباراة أعد مدرب المنتخب الوطني المغربي البوسني وحيد خليلوزيتش قائمة تتكون من 45 لاعبا قبل تقليصها إلى 26 لاعبا سيوجه لهم الاتحاد المغربي لكرة القدم الدعوة لحضور المعسكر. وبحسب ما أكده مصطفى حجي المسؤول ضمن الجهاز التدريبي للمنتخب الوطني فإن موهبة رديف مانشستر سيتي نبيلة توزي غير مرشح للحاق بالمنتخب الوطني المغربي الشهر المقبل في الوقت الذي يسعى فيه المدرب الفني خليلوزيتش لتوجيه الدعوة فقط للاعبين المغاربة الذين يتوفرون على تنافسية عالية. ووفقا للمصدر نفسه فإن الجهاز التدريبي للمنتخب الوطني المغربي سبق واستقبل لاعب التويزي قبل مواجهة المغرب للغابون في مباراة ودية احتضنها ملعب مدينة طنجة الكبير وطالبه خلالها وحيد خليلوزيتش بالاجتهاد والمثابرة مؤكدا أنه سيستدعيه للمنتخب الوطني الأول بمجرد صعوده للفريق رفقة الفريق الأول لمانشستر سيتي. وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد بدأت سياسة الاهتمام بالمواهب المغربية التي نشأت في أوروبا حيث كلفت مجموعة من الكشافين المغاربة بالتواصل مع اللاعبين وأولياء أمورهم من أجل إقناعهم باللعب مع منتخب أسود الأطلس قبل أن يصبحوا مشهورين. إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، نتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش بغينا اليوم إن شاء الله نوصلوا 100,000 مشترك إن شاء الله إلى كتب الله. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم المتواصل، كنقول لكم إلى حلقة غدا إن شاء الله.